اللهم صل على محمد. هنعمل النهارده صنف جديد، اتمنى يعجبكم ان شاء الله. بجيب بصلايه صغيره وثلاث فصوص ثوم، ابتدي اصفرهم في معلقه سمنه، تمام. وبعد كده بكون مجهزه كوسه وبطاطس مقطعاهم بالشكل ده، ومجهزه شفشق طماطم او صلصه طماطم عندي. اصفر البصله، ابتدي اقطع بقى البصل حتت صغيره عشان ما يبانش في الاكل، دي من ضمن التركات. وبعد كده انزل بالطماطم. لو عايزه تعرفي السر لونها احمر كده ازاي، هنزل لك فيديو عن طريقتها في صندوق الوصف ان شاء الله. اهلا بيكم، منوريني. اتمنى ان شاء الله الوصفات اللي بنزلها تكون عند حسن ظنكم. بعد كده بسيبها تتقل معايا، وانزل بقى بالكوسه والخضار، البطاطس. الصنفين دول خضار بيبقوا طعمهم حلو في الاكل، هتعمليهم حسب ذوقك، يعني بيبقوا نسبة وتناسب حسب ذوقك انت، ممكن القد قد القد زي ما انا عاملة كده. وبعد كده بحط مكعب مرق الدجاج، بيديني طعم الأكل، بيخليه طعمه حلو معايا. وبحطهم في الطماطم عشان يدوني طعم حلو برضو. كل ده قبل ما اضيف الشوربة او المية حسب المتوفر عندك. بسيبهم بس ياخدوا يتشوهوا معاها شوية، وده سر من الاسرار اللي يخلي اكلك طعمه حلو. وهحط شويه بهارات، بهارات عاديه مشكله، وازود بقى ميه او شوربه، حاجه بسيطه. واسيبها بقى معايا تتقل على النار، واول ما تبتدي غليان اوطي شويه، واسيبها بقى لحد استوى ان شاء الله. شايفه الجمال ما شاء الله، الريحه باينه جدا وقلبه الدنيا، ولا طعم ولا اروع. اتمنى يعجبكم الوصفة، وخلوكم دايما معانا. وصفات جاية تانية كتير ان شاء الله. شكرا.